أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تؤخذ الأحكام الفقهية من مذهب أبي حنيفة رحمه الله أم يترك، نظرا لأن مذهبه يقوم على الرأي ولا يعتمد على الدليل، وخصوصا أنه رمي بالإرجاء؟ يا أخوان اتركوا الأئمة، لا تتعرضوا لهم. أبو حنيفة من كبار الأئمة، وهو أقدم الأئمة الأربعة، وهو من أتباع التابعين. بعض العلماء يقول من التابعين، أدرك الصحابة، لكن الصحيح أنه لم يدرك الصحابة وإنما أدرك التابعين، فهو من أتباع التابعين رحمه الله، وهو فقيه. والفقه هو الفهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو إمام جليل. ولكن هو وغيره يجتهدون فيصيبون ويخطئون، فيؤخذ من اجتهادهم وفقههم ما يوافق الدليل. أبو حنيفة وغيره يؤخذ من اجتهاده ما وافق الدليل، ليس هذا خاصا بأبي حنيفة. كان يقول أنه رمي بالإرجاء، وش اللي باعث لهذا تبعث هذه الأمور هذه في جانب إمام جليل من أئمة المسلمين؟ نعم.